امبارح بالليل العشاء اتشال زي ما هو، واد الفطار شلته. انتوا مش ناويين تاكلوا؟ شيل. ياه، ده انتوا جيتوا على نفسكوا قوي. ارجوك تساعدني، لازم تساعدني علشان اعرف اعالجك. مش هتعرف تعيش طول ما انت متوهم ان في ناس عاوزه تذبحك وتاكلك. اخرج من القفص اللي انت حابس نفسك فيه، اخرج للدنيا، شوف قد ايه هي جميله. حتى لو في حد ذبحك وكلك، ما تنساش ان ده الثمن اللي بتدفعه لرقي الانسان من اجل الحضاره. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور نبيل. هو حضرتك كنت بتكلم حد؟ ايوه، الارنب ده ساعات الواحد يحب يكلم اي حاجه، اي حد. غريبه مش كده؟ لا ابدا، بالعكس يا فندم. هو دقيقه واحده. تحت امرك يا فندم. سيادتك كنت طلبتني؟ اتفضل اقعد على المكتب وافتح الملف ده. ما يصحش يا فندم. اقعد. حالة اكتئاب شديد وتوتر نفسي نتج عنها خوف من الفشل، خوف من عدم القدرة على إثبات الذات، وفي نفس الوقت خوف كبير من الناس. أولهم أحمد عبد الفتاح، كان موظف في بنك. في 354 على 641 في 18 كان كاتب كتابه. الجو جميل قوي يا حبيبتي. يبقى لازم ندخل بجمعية ب6 جنيه و40 قرش في الشهر، عشان 640 في 12 يساوي 2 في 4 ب8 و6 في 2 ب12 ومعنا الواحد. ولسه معنا الواحد، يبقى 354 جنيه في 5.5 على 1986 في 12 قرش، يبقى المسحوب 1437. في الحالة دي يبقى 25 جنيه إيجار شقة، بعد اللجنة يبقى 35 جنيه و12 جنيه و534 مليم قسط تلاجة، زائد 17 جنيه و300 مليم قسط سجاده، زائد 25000 جنيه مواصلات، لأن الواحد لازم يركب طياره هليكوبتر. إذا المصاريف 42000 جنيه في الشهر، يبقى الواحد مرتبه لازم يبقى 43000 جنيه عشان يقدر يحوش كل شهر 1000 جنيه للزمن. إذا يبقى 43000 جنيه على 5 43000 على 5 مش كده؟ 5 في 5 مش معقول. 5 في 5 بكام؟ الواحد الله. 5 في 5 بكام؟ بالراحة. 5 في 5 بكام؟ 5 في 5 بكام؟ استريح بس. 5 في 5 بكام؟ 5 في 5 بكام؟ 5 في 5 بكام؟ 5 في 5 بكام؟ النتيجة معروفة طبعا. ده من النوع الرومانسي الحالم. مسكين. اكتشف إن الدنيا كلها أرقام، وإن الأرقام بتضغط على عقله في كل مكان، ما استحملش، انهار. وللأسف حصل له ضعف في منطقة الأرقام في المخ، نسي جدول الضرب، ولا زال ما يعرفش 1 في 1 يساوي كام. والتاني مدحت، مطرب هاوي، بيلعب جيتار وبيعشق الفن، وكانت ليه آمال كبيرة، اترشح للجائزة الأولى في مهرجان الأغنية، لكن أبوه كانت رغبته إنه يطلعه ضابط بوليس غصب عنه. من حبايبي، من حبايبي، من حبايبي كويس. يلا يلا يلا. من حبايبي من حبايبي حلو. من حبايبي من حبايبي كويس. يلا شغالة تاني. راجل اتجنن. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ من حبايبي. حظ وحش قوي. طيب ده اللي بعده حظه اوحش. محمد يوسف شاب رياضي ممتاز. التمرين بيعمل احسن ارقام وكان مرشح لدورة ميونخ، لكن عمره ما نجح في المسابقة. لازم تحصل له حاجة تعطله. ده أسوأ حظ في أول كابورياية في التاريخ تدخل حمام سباحة. وده جنيدي. ده أنا أعرفه كويس. مش ده اللي كان جون المنتخب؟ أيوه، ومن أحسن الأجوان في مصر. النادي ووراه جمهور ضخم، كانوا معلقين عليه أمل كبير، معلقين صوره في كل حتة. وآخر ماتش لعبه كان على نهائي الكاس. بالليل قبل الماتش الإزازة دي ترش منها على خط الباكات، ودي ترش منها على دايرة السنتر، وعند نقطة البلنتي تدفن القرص ده، والحجاب ده تدفنه تحت الشبكة من بره من بره، وإن شاء الله ما فيش كورة هتهود ناحية الجول. كل الكور هتطلع اوت. اعتبر الماتش في جيبك. من على بعد 60 يارده هيشوط في الجول. ياه، ضعيفة ضعيفة قوي. مش معقول، مش ممكن تخش الجول دي كمان. يا خبر ابيض، هتدخل جوه الجول. جول جول جول. مستحيل يخش فيه 22 جول في ماتش واحد، لكن ايه، زي ما دايما بنقول لكم بقى، الكوره جوال. الله، جنيدي ساب الملعب وطالع بره. الله، فعلا طالع بره. حاجه ما حصلتش ابدا، ما شفتهاش ابدا. لازم مش طبيعي ابدا النهارده. مش عارف، الله اعلم، يمكن حصل له حاجه في عقله. فعلا انا بدي اكلم الحاجات غلط اللي تملي بكلمه. قطعا دفنوا تحت الشبكه من جوه الجون. اوف كورس. باي باي يا بابا. 45 كان الله يرحمه محمد عبد ربه والمدرسه السعديه، واحنا في الخدويه بنلعب معاه. كنا بنلعب الماتش ساعه ونص، ويمكن في اكسترا تايم. والياخا ايه ولعب ايه، وبيحدف نفسه ودايفز ويطلع، والكوره تو ممسكها بصدره زي الحديد ما تقعش منه. الجول ده ليه مميزات خاصه، يبقى شجاع ويبقى عنده لياقه ويقدر ينص ويقدر يمسك بايديه الاثنين ويقدر يلعب برجله. ادي الاجوال اللي احنا بنعرفها وبنشوفها. تلاقيه بيخاف من الكوره من يوميها. يا ريت، ده بيخاف من اي حاجه مدوره. من الناحيه الطبيه علاجهم انتهى، بس انا متخوف لو حدفناهم وسط المجتمع مره واحده، واحتمل جدا انهم يرجعوا لنا بكره. والحل مش عارف، ما هو ده الموضوع اللي كنت عايز اكلمك فيه. لو سمحت لي يا فندم، انا بقترح ان انا ارجعهم المجتمع بالتدريج وتحت الملاحظه. برضه لازم يقعدوا في مكان هادي ويبقوا قريبين من الناس في الوقت نفسه. طيب ولو حد فيهم ما تخافش يا فندم، انا واثق من نجاح التجربه دي جدا، بس تحت شرط انك تفتح عينيك، ولو حصل لهم اي مضاعفات ترجع بيهم المستشفى على طول. طبعا يا فندم، بس سيادتك تؤمر لنا بالرحله فورا. انا موافق، وانت تفتحهم في الموضوع فورا. شكرا. خلاص زهقتوا مننا، عايزيننا نتعب تاني؟ احنا ما صدقنا جينا هنا. هترجعونا تاني نعيش مع المجانين اللي بره؟ بلاش اسكندريه يا دكتور، نروح حته ما فيهاش كباري، ما فيهاش ميه. والنبي تفتكر هنروح فين في الصيف؟ اسيوط. دكتور اسكندريه مليانه ماتشات دلوقتي، والدوري الصيفي ابتدى. هنروح في حته ما فيهاش كوره. ارجوك يا دكتور، مش بس الكوره اللي بتتعب اعصابي، اي حاجه مدوره. وانت عارف اسكندريه. ارجوك انتوا تسمعوا كلامي، اوعدكم لو اتضايقتوا ترجعوا هنا فورا. ما تعتبرنا رحنا وتعبنا ورجعنا. يا دكتور يلا انتوا اهو، بلاش كلام فارغ. هتقعدوا هنا على طول ولا ايه؟ يلا قدام بشراتكم. ايه يلا اللي يشوفنا واحنا لابسين اسود كده يفتكرنا طالعين القرافه، مش رايحين نصيف. مش عايز كتر كلام، نلبس اللي نلبسه واحنا احرار. نفسي اعرف احنا لابسين اسود ليه؟ مين اللي ماتلنا يا بابا؟ الفضيله ماتت، الاخلاق ماتت. قرايبنا دول يا بابا؟ قرايبي انا، الحاجتين الوحيدتين في هذه الدنيا الفانيه اللي انا عايش علشانهم ماتوا، اندفنوا، عشان كده لازم نلبس اسود. بس انت لابس ابيض يا بابا. لا انا لابس جرافطه سودا وبس، خلاص ومش عاوز كتر كلام، لحسن وديني ارجعكم تاني، فاهمين؟ يعني عربيتي عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ قوي قوي، اتفضلوا. ميرسي، يلا يا طنط. اسمي ماجي عبد السلام. محسوبك حسن حقنة، أحسن تمرجي في مصر كلها. أهلا وسهلا. دكتور نبيل عبد الهادي. أهلا. ودي عمتي الآنسة عيشة. اسمحي لي يا فندم أقدم لك الدكاترة: مدحت محمد، جنيدي، أحمد. أهلا وسهلا. بشتغل مدرسة رياضة. رياضة؟ حساب يعني أرقام؟ لا 1999 مع الواحد ومعنا الواحد. لا 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 يا دكتور، أرجوك وقف يا أسطى، نزلوني هنا، عايز أرجع مصر، عايز أرجع دلوقتي حالا. إيزي إيزي حسن. اهدى اهدى اهدى. أنا قصدي مدرسة رياضة، ألعاب يعني، ألعاب. اتفضل. كورة كورة كورة، مش قلت لك يا دكتور، مش قلت لك رجعنا ابوس ايدك؟ ايزي ايزي. معلش يا مدام، اصله عنده حساسية ضد البرتقال، والتاني عنده حساسية ضد الرياض. ماجي ما تيجي ننزل من هنا احسن، انا بقى اللي هتجيني حساسية في العربية دي. ايزي ايزي، قربنا نوصل. وحضراتكم بقى احنا لجنة مكافحة تلوث البيئة. تبع وزارة الصحة؟ لا تبع مكافحة المخدرات. أي خدمة؟ أنا عبد الحفيظ المتحفظ. أهلا. المفتش السابق بالتعليم الخاص، ودول بناتي. الجناح اللي حجزعلت كفراوي من هنا يا فندم. كفراوي إيه؟ مش حضرتكم جايين تعزوا عبد السلام بيه كفراوي؟ من هنا يا فندم. الأسرة حجزة جناح المعزيين من هنا أهو. إحنا مش جايين نعزي يا فندم. احنا جايين نصيف. صيفوا؟ اهلا يا فندم، اهلا اهلا، تحت امركم. انا عايز اوضتين من غير شبابيك على البحر، ويستحسن من غير شبابيك ولا بحر، وعايز كمان الجيران ما يكونوش رجاله. امشي في حالك يا قليل الادب يا تلح. واذا كان الجيران ستات تكون اخلاقهم كويسه. واذا كانت اخلاقهم كويسه نجيب لحضرتك ضمان من الاوتيل ان اخلاقهم هتفضل كويسه طول الصيف. يا ريت. ومن غير شبابيك خالص، ويستحسن يكونوا من غير ابواب. يا ريت. اهو انا دلوقتي عرفت طلب حضرتك. الحاجات دي يا فندم بتلاقيها في القرافه. حضرتك عايز تربه. انت بتتريق عليا يا استاذ عشان بحافظ على بناتي؟ لازم يعني اتهتك زيكم؟ لازم اتبرج؟ يا سيد يا محترم انا ما قلتش حاجه. اخرس. انتم يا من تذبحون الفضيله كل يوم، معلش، بل كل لحظه بهذا العري. معلش، اوعى ما تفضحناش ما تفضحناش. انتم ايها الهالكون، انتم يا من ستدخلون جهنم باسرع مما تظنون. انكم تتميهون اي ترتدون المايوهات، ولا تكتفون بهذا بل تتبكبكون اي ترتدون البيكيني. لا يعجبكم كلامي، ربنا يوصف امركم. تتصوري ان ده هناكي؟ مين؟ الاستاذ عبد الحفيظ اللي كان زميل المرحوم ابوكي. يا نياله، هتنزل ولا اندهلك البوليس هناك ده؟ انزل اللي اتأدب ومسخره. خلاص من فضلكم يا حضرات، خلاص مش عايزين نعمل. اتفضلوا بقى. خلاص يا استاذ عبد الحفيظ، حصل خير، هدي كده وروق. حصل خير يا استاذ اسامه، ضابط الامن بالفندق والقائم باعمال مدير. حقك عليا يا استاذ عبد الحفيظ، حصل خير. ما تيلحت انت وهي. اهلا استاذ عبد الحفيظ، انت مش فاكرني ولا ايه؟ مش فاكرك ازاي؟ اهلا ست عيشه. مش برضه ماجي بنت عبد السلام افندي الله يرحمه؟ اهلا، ازيك يا عمي؟ مش عرفني على الحلوين دول؟ حلوين؟ مديحه، راويه، زينب. حلوة قوي اللبس اللي انتوا لابسينه ده، بس لو كان جلد كان يبقى اجمل. لا هو لو كان حديد يبقى ازرق. لو كان بايدي كنت عملته حديد، لكن رحمة بيهم سبتهم يعملوه صوف. انا طالع اطمن على الاوض وارجع لكم هنا تاني. ست عيشة، اوصيكي بالبنات لحد ما ارجع. عمو تعمل نمرة جيزاني بالليل؟ نمرة؟ امشي قلة أدب. نعم، انتوا هتناموا لي هنا كمان؟ يلا يا اساتذه كله يلبس النوات. انت يا احمد قوم. معلش يا دكتور، بلاش انا، كله على الميه دي، كله هيلبس المايوهات. خلاص يا دكتور، جينا اسكندريه واتضايقنا، نرجع بقى نصيف في المستشفى تراوى اكتر. عيب يا اساتذه اللي بتعملوه ده. يلا فوتوا قدامي. اتفضل. يلا فوت قدامي. حاضر يا بيه. نسيت المخدة. نعم. انتوا لسه هنا؟ يلا ودانا على البحر كله وسايبين جنيدي لغايه دلوقتي. يلا قدام. يلا يا جنيدي يا جنيدي. يلا يا كابتن. جنيدي يا عيش. 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 يلا. مش قلت لكم كل حاجه هنا مدوره؟ كل حاجه لان عشان جم في نص ساعه. يا جبنه اشوط. عديتها يا عيل. حقنه المهدئ. حقنه المهدئ يا دكتور. لا من غير مهدئ. اقف يا جنيدي، اقف ثابت واهدى. الكوره اهي، هتمسك الكوره دي ومش هيحصل لك حاجه ابدا. امسك كوره، امسك كوره، خليك ماسكها. مش عارف. كوره اوعى تقع منك، اوعى. لا اوعى، امسك كوره، خليك ماسكها. مش بقول لك انا مفوت قدامي كلكم. امسك يا دكتور. بص. يلا. لا احمد. لا خد قدام. لا بلاش نبه يا دكتور. جنيدي. امسك. هات الكرة يا جنيدي. شوتوا عليه. يا سلام يا جنيدي، يا سلام. شوطه حلوه وصد احلى. يا واد لعيب، يا واد لعيب. النهارده جنيدي متالق قوي قوي. صد 22 كوره لا يمكن يصدوا ابدا. انا ما شفتش كده ابدا. انا عاوز الاشبال اللي قاعدين جنب التلفزيون واللي تملي بكلمهم واللي عاوزين يلعبوا جوال. كل جول لازم يكون شجاع. يا سلام يا سلام يا سلام. عاوزهم ياخدوا بالهم منه وهو بيطير كده في الهوا. شفتوا الطيره اللي فاتت دي؟ مفيش كده ابدا يا سيدي. ده بيعزف مش بيلعب كوره. ده بيفكرني بعبد ربه جول السعديه الله يرحمه. مره عبد ربه. وانتوا هتفضلوا لابسين كده على طول؟ طبعا لو قلعناهم ممكن يذبحنا. وده عيشه ايه المرار دي؟ اهو زي ما انت شايفه يا طنط عيشه. يا قلبي عايزين نقعد على البحر بس. اوعوا تنزلوا الميه. ميه؟ هو احنا مجانين؟ مساكين قوي البنات دول. اول مره اعرف ان لسه في بنات عايشه في عصر الحريم. جود مورنينج. والله كله بامر. عارف اهم حاجه في الانسان السليم ايه يا حسن؟ انه يكون بياكل كويس. لا، انه يكون بيلعب كويس. بيلعب؟ والنبي يا دكتور انزل. ايش ضمان ان ما فيهاش كابوريا يا دكتور؟ ما فيهاش. طب مره من اول نهار لازم يعني؟ فوت قدامي. ابيسود. وبعدين معاك. حاضر. ما نزلتش ليه يا احمد؟ هما كده مظبوطين، 3 زائد 3. لو نزلت انا المسائل هتتلخبط ويزيد التوتر في المنطقه. هما 3 زائد 3 6، مش كده؟ بس ممكن يبقوا 8. لا يا ماجوش معقول، والله زي ما بقول اهلا. امال فين البنات يا ست عيشه؟ اهو قاعدين في البحر المالح. ايه اللي وداهم البحر؟ انا مش موصيك يا ست عيشه. وهما بيعملوا ايه؟ ما هم قاعدين قدامك اهم. مش كده يا استاذ عبد الحفيظ، مفيش داعي تضغط عليهم اكتر من كده، لحسن يتبعتروا منك وما تعرفش تلمهم. انا عارف بناتي كويس، مش هما اللي يتبعتروا، جايز ناس تانيه. قصدك مين يا استاذ عبد الحفيظ؟ يا ماجي يا بنتي، مع احترامي لوالدك الله يرحمه، الا اني معترض على لبسك ده. انا كمان معترض عليه، وعشان كده هقلعه. يلا يا طنط، احنا جايين نصيف مش نتنكد. يا نهارك مهبب. يلا يا طنط، يلا يا روح طنط. العالم انحلت، حتى برفان كمان. أنا بشبه على حضرتك، مش حضرتك قبل نوال؟ قبل نوال مين؟ اللي كانت بتدرس لي في ابتدائي. يا صغنن. لا أنا عبلة مديحة. عبلة مديحة، حضرتك كنت بتدرسي لي في الحضانة. فعلا الكلام ده من حوالي 35 سنة، بس أنا هفتكر مين ولا مين؟ ده أنا كان عندي في الفصل 40 عيل. أنت مين فيهم؟ أنا مدحت يا عبلة. مش معقول بجد؟ ولا كبرت يا مدحت اهو، بقيت عريس. عريس يا ابله. فاكراك طبعا، كنت عيل قوي انت، كنت بترايل على نفسك كنت بعمل حاجات كتير قوي على نفسي. وبتشتغل ايه دلوقتي يا مدحت؟ دكتور يا ابله. غريبه، اللي يشوفك يقول عليك عيان. مدموزيل، مش حضرتك برضو اللي كنت لابسه الخيمه السوداء؟ الخيمه السوداء كانت خيمه. فعلا زي ما توقعت بالظبط، اول ما شفت جسمك وانت عايمه عرفت انك بنت نكته. ايوه يا سيدي، انا اللي كنت لابسه الخيمه السوداء. عايز حاجه؟ ابدا، بس كنت عايز احذرك ان في هنا مفتشين تموين كتير، واحد فيهم يهفك مخالفه ولا حاجه. يهفني مخالفه ليه؟ بتهمه اخفاء مواد تموينيه. ده انت الظاهر عليك كلامك زي الدبش. بتعتبرني مواد تموينيه؟ طبعا، ده انت تتاكلي اكل. مالكيش حق ابدا تخبي الجمال ده كله. وانت على كده بتبيع ايه؟ انا جنيدي المشهور بتاع الكوره. انا مش متابعه الكوره. الحمد لله الحمد لله. تيجي نغفى سوا؟ ليه؟ اسمعك ام الخلول وهي بتغني. لا يا حادق، مش عايزه اسمع ام الخلول تحت الميه. بلاش تحت الميه، نسمعها على البلاج الليله دي. ها؟ افكر. الله، ده الجدع بتاع الحساسيه اهو. اهلا. اهلا. اقعدي هنا يا طنط على منزل ميه وارجع لك. اوكي. تقعدي فين يا ست هانم؟ دي شمسيه خاصه بلجنه مكافحه تلوث البيئه. الله، يعني انت شايفنا هنلوث البيئه؟ ولا شايفنا يعني جايبين الفسيخ والبطيخ وحله المحشي؟ مالك يا استاذ؟ ايه؟ مالك مش طبيعي ليه؟ مش طبيعي؟ انا فهمتك، ما هي بتبتدي كده، عايزه تتخانقي معايا وبعدين نتصالح وبعدين نتصاحب وبعدين نحب بعض وبعدين تخطبيني، والحكايه تمشي على العال لحد ما نكتب كاتب الكتاب، ساعتها تتفتح عليا ابواب جهنم، لا يا حيدة اطلعي من دول، انا مش عايزه اتخانق معاكي، اتكلي على الله. ياه انت واثق من نفسك قوي، فاكر ان كل بنت هتترمي عليك؟ لا اطمن، انا مخطوبه. طب بتتكلمي معايا ليه ما دام مخطوبه؟ اه برضه هنتخانق ونتصالح ونتصاحب ونحب بعض وتفسخ خطوبتك. فسختها من شهرين. مش قلتلك؟ والله العظيم انا عارف قبل ما اجي اسكندريه، عارف اني جاي هنا عشان اروح في داهيه. وايه اللي جابك؟ مش نزل الميه؟ حاجه غريبه جدا. انت مالك يا ست؟ انت مالك اذا كنت انزل البحر ولا ما انزلوش؟ جري يا جدع، انت هيقلت لك حاجه؟ انت بتتلكك ولا ايه؟ طب وديني انا نازل البحر اما اشوف حكايتها ايه معايا الست دي. صباح الخير. صباح الخير يا ست عيشة. صباح النور يا حسن يا حق. انت مش نازل البحر؟ لو علي انا انزل سبع ارض. حلو قوي كده، خدي بقى نفس طويل وطلعيه في الميه. طب وحركه الايد اهي. ياه ده انت بتعامل الميه برقه شديده جدا، زي ما تكون جزء منه. فعلا الميه كانت حياتي كلها، ودلوقتي مش عارف. على العموم انت بتعوم حلو قوي. يلا بقى وريني. ساعدني. هساعدك. يلا حط راسك في الميه. انت شاورتلي ليه وانت في العربيه؟ مش عارف. طب انت شاورتلي ليه؟ علشان انت شاورتلي. مش مهم، المهم ان احنا الاتنين شاورنا لبعض. صح. علمني العوم. انا راجل عصامي يا ست عيشه، بدات حياتي من ما فيش. انا دلوقتي ممر درجه اولى. السنه اللي فاتت خدت ميداليه الحقن الذهبيه في مسابقه العلاج الطبيعي. يا سلام. اه والله. عارفه يا ست عيشه انا ابتديت حياتي ازاي؟ تمرجي؟ لا عيان. وصلت السنه دي والحمد لله للاعداديه، يعني كل اللي فاضل لي 3 سنين ثانويه عامه، 7 سنين كلية طب، وسنة امتياز. يعني 11 سنة الواحد يقضيهم بالطول ولا بالعرض، وابقى دكتور قد الدنيا وابتدي حياتي بقى. وانت يا ست عيشة ابتديتي حياتك ازاي؟ أنا يا أخويا لسه ما ابتديتهاش. يا سلام لو تستنيني ال 11 سنة دول. ها قلتي إيه؟ عايز أقابل مدير الأوتيل لو سمحت. اتفضل يا فندم، مكتب الأستاذ أسامة من هنا. متشكر. العفو. يعني حضرتك عايز 6 افطار و6 غدا و6 عشاء كل يوم؟ بلاش العشاء. بس احنا يا فندم ما نقدرش نوصل الطلبات لحد الشاليه. نيجي هنا ناكل في المطعم. ولو سمحت خلي الفاتوره باسم لجنه مكافحه تلوث البيئه. مين؟ إيه؟ اه عارفها، تبع الامم المتحده. اه طب تحب نكتب الفاتوره باسم الاستاذ فالدهيم؟ لا خليها باسم اللجنه. اوكي. الله، المايو اللي كان هنا راح فين؟ مين خد المايو اللي كان هنا؟ مين خد المايو اللي كان هنا؟ انا عايز اعرف مين المسؤول هنا. ازاي المايو يتسرق من الاوتيل؟ المايو بتاعي كان قصاد الاوضه، مسافه ما دخلت الاوضه وخرجت ما لقيتوش. طب اتفضلي استريحي، هنجيبهولك حالا. الاوتيل عمره ما حصلت فيه حاجه زي دي، اطمني. دقايق ويكون عندك المايو. هو اتسرق بقاله قد ايه؟ مفيش من دقيقه. مفيش من دقيقه. كويس، ده معناه اللي سرق المايوه لم يتمكن من مغادرة البلاد. أنا أسامة، حصروا المنطقة، اقفلوا مداخل العجمي. يا سلام، 11 سنة وقول كمان 15 سنة لحد ما الواحد يكون نفسه ويفتح عيادة، يبقوا 26 سنة. لا هانت. جماعة فين يا حسن؟ جوه دكتور بيستريحوا شوية. امال فين جنيدي؟ قال انه هيتاخر شويه. النهارده كنا اخر فل، كلنا حبينا كلهم. اطمن يا دكتور، ان شاء الله مش هيبقى في متاعب. متاعب؟ الظاهر انها ابتدت. رايح فين؟ دوختني معاك الليله دي، انت يا حيوان. انا شاكك فيك من الاول، يظهر انك كلب بلدي وبتتنكر في هيئه كلب بوليسي، لا بتشم حاجه ولا بتنيل حاجه، وهتفضحني في المنطقه. اسمع، انا تعبت، هرجع المكتب، وانت تدور على الميؤوت تجيبه وتيجي، فاهم؟ يلا غور امشي، جاتك البلا في شكلك. مفيش نزول بالليل، في حظر تجول، وبالنهار كمان مفيش نزول البحر. حد قالك عايزين ننزل البحر؟ ده احنا حتى ما عندناش مايوهات، بس ميه البحر مفيده للجسم يا بابا. عاملالكوا البانيو ميه بحر وتستحموا هنا. وعلى ايه التعب ده كله؟ مش عايزين. بفتكر يعني. تصبحوا على خير. وانت من اهله. طيب كل واحد يرجع مكانه. افتحوا مداخل عجمي، انا هتصرف. احنا اسفين قوي يا ست هانم، بالرغم من كل الجهود الجباره التي قامت بها اجهزه الامن في الاوتيل وفي المنطقه، الا اننا مش لاقيين مايو، ومع ذلك الاوتيل مستعد يجيب لك مايو تاني او يدفع لك ثمنه. لا اخد ثمنه. قوي، هو ثمنه كام؟ 140 جنيه. 140 ايه؟ ليه؟ هو المايو لما اتسرق كان جواه حد؟ نعم. ايه الله. وريني، هاتي المرايه، هاتي المرايه. الله، استني اربط لك. لقيتي الحلق؟ يلا يا اوام، يلا ما تيجي، يلا استني. يا عفريتة معاكي المفتاح، استنوا ولا ما يفتحش. طب افتحي بسرعة بقى. ايه ايه؟ في حد عندك؟ في حد؟ يلا رايح، يلا يلا ورايا. تعالي يا زينب. اللهم اجعله خير. ومسموح لك تسهري بره للساعة كام؟ ده مش مسموح لي اسهر بره خالص. يعني ايه؟ هتسيبيني دلوقتي؟ لا، بس لازم نكون في السرير قبل شروق الشمس. المفروض ان احنا نايمين دلوقتي. بابا قفل علينا الباب والشباك، ولما اطمن ان احنا نمنا راح نام. طب لو صحي ما لقاكوش في اوضتكم هيعمل ايه؟ ابدا، خبر صغنن قوي في الجورنال قد كده اهو، بس في صفحة الحوادث. ايوه فهمت. العثور على ثلاث بنات اخوات حلوات مسبوحات. الاب يعترف ويصيح: غسلت عاري بيدي. انت بتهزر؟ دي حاجة ممكن تحصل بمنتهى البساطة. الله، جيتار. ايوه جيتار، جيتار بيعزف عليه موظف، بيعزف زي ما يكون بيمضي بوسطة، بيعزف بصوابعه مش بقلبه. انت بتعرف مزيكا؟ يعني بتعزف جيتار؟ شوية. ليه؟ انت بتحبي المزيكا؟ أكتر من أي حاجة في الدنيا. لو كنت نايمة بسابع نومة وسمعت مزيكا جسمي يرقص لوحده. يا سلام، للدرجة دي؟ ده أنا سقطت في الثانوية العامة 4 مرات بسبب المزيكا. ليه؟ كانت بتمنعك من المذاكرة؟ أبداً. جنب لجنة الامتحان كان في محل بتاع اسطوانات، احنا ندخل نمتحن من هنا وهو يدور اسطوانات المزيكا من هنا. أسيب ورقة الأسئلة وهات يا راس. مدحت، عايزة اسمعك، نفسي تغني لي لوحدي. أنا ما مسكتش جيتار من ساعة ما دخلت الطب. قبل كده كان كل أمل يكون مطرب كبير، عبد الحليم حافظ، موسيقار. كان بيتهيألي إني ممكن أكون سيد درويش التاني، لكن بقى من ساعة ما الواحد بقى دكتور انت شخص غريب قوي يا مدحت. ليه يا حبيبتي؟ انت ملاحظه عليا حاجه غريبه؟ انا بالعكس، ده انا طبيعي جدا. مش قصدي يعني دكتور وبتعزف جيتار وعضو لجنه تلوث البيئه. انا اشرح لك يا ستي، اصل اللجنه دي فيها من كله، بتاع كوره على موسيقى على دكتور على تمرجي. بس انا لسه برضو مش فاهمه ايه صله الكوره بتلوث البيئه؟ مش الكوره بتمشي في الارض وبعدين بتتشاط في الهواء؟ ايوه. ولما الكوره بتمشي على الارض مش بتشيل تراب؟ ايوه. وعشان التراب فيه ميكروبات، اذا الكوره ممكن تلوث البيئه. عشان كده انت عايده في اللجنه. طبعا، وبناء على الابحاث بتاعتنا ممكن تتغير كل قوانين الكوره وكل قوانين البيئه. انت لخبطتني، مش فاهمه حاجه. يعني مثلا احنا اقترحنا حاجه في اللجنه، ان خشبه الجون لازم يتركب فيها حوض وحنفيه وصابون، بعد الجون ما يمسك الكوره يخش يغسل ايديه. انت ظريف قوي يا جنيدي. الله يخليك. قاعد تدش في اي هبل بس بطريقه مقنعه قوي. مش كده والنبي، احنا هناخد مننا ايه؟ عشان كده انت ما رضيتش تمسك الكوره في ال 22 جون اللي جون فيك. مين قال لك الحكايه دي؟ زينب اختي، اصلها غاويه كوره، ولما قلت لها على اسمك عرفتك على طول. وقالت لك ايه كمان؟ ابدا، بتقول انك اختفيت بعد الماتش ده. رحت فين؟ كنت في بعثه، انما والله العظيم يا راويه يا اختي ال 22 جون دول ما جون فيا انا، لو كانوا جون فيا كنت مسكتهم. امال جون في مين؟ في الشبكه طبعا، اللي بقت تعدي من فوق ومن تحت ومن جنبي. هاروني، بقول ايه؟ ما تيجي نبطل كلام بقى. هو انا اتكلمت يا غلباوي؟ انا بستنى انك تقفل بقك من ساعتين اهو. انا طلبت منك تعلمني العوم بس. انا اسف محمد. نعم. تفتكر اللي احنا عملناه ده غلط؟ لا. امال اعتذرت عنه ليه؟ ما اعرفش، خفت تكون اتضايقتي. انا فعلا اتضايقت، بس ما عنديش مانع اتضايق تاني. محمد، في مسابقه للسباحه هيعملوها بعد 3 ايام، ما تشترك فيها؟ انا شايفه انك بتعمل كويس قوي. انا في يوم من الايام عملت احسن ارقام في 1500 متر، بس بقالي كتير ما اتمرنتش. تتمرن، ومن بكره الصبح. تفتكر هجيب نتيجه؟ النتيجه بتاعت ربنا، المهم ان احنا نحاول. ما عرفتش اواصل معاه، طبيعته مختلفه عني، رجعت له الشبكه والدبله. قعدتوا مخطوبين كتير؟ 2 شهر. واضح انك تسرعتي. لا، انا تسرعت لما وافقت على الخطوبه. ده واحد بيحسب كل حاجه اكتر من اللازم، تصور ما يكلمنيش الا لما يقول رقم. ماجي، انا عازمك على السينما الليله دي. هندخل بلكون من ابو 30 ونص، وقرش معون الشتاء يبقى 31 ونص، ونتعشى وناخد تاكسي ب 17 قرش، يعني السحره هتقفل لها على 165 قرش. للدرجه دي؟ ده بيفكرني بواحده ظريفه قوي. البيوزه اللي انت لابساها دي يا ماجي بتاعه 7 جنيه وربع على الاقل، فيها قماش بس ب 5 جنيه ونص، ويجي 140 تفصيل. اعوذ بالله. وما حاولتيش تعالجيه ده؟ النوع ده ما يتعالجش، لو حاولت اعالجه هيجي لي انهيار عصبي وادخل المستشفى. فعلا حصلت لواحد صاحبي. وعلى ايه؟ انا مش مستغنيه عن عقلي، رجعت له الشبكه والدبله بدون تردد. وطبعا تلاقيه باعهم بحوالي 140 جنيه و65 قرش و4 مليم. ماجي، انت بكره بنهار هتكوني فين؟ احنا فين وبكره فين؟ الليله دي لسه ما خلصتش يا احمد. يعني ايه؟ مش هشوفك بكره بالنهار؟ هتشوفني، بس مش هنقدر نتكلم. طول ما بابا صاحي يقعدنا قدامه زي الغفر. نتقابل قبل ما يصحى. ده بيصحى 6 الصبح. ما عدا بكره، هيصحى 6 بالليل. ازاي؟ ده شغلنا بقى، تخصصنا. اي حد يعكنن على البيئه لازم نوقفه عند حده. حسيت اني مش عارف اعمل بيت، عاجز. قعدت تحسب لي كل حاجه بالمليم، وفي لحظه اكتشفت اني لو اتجوزت مش هعرف احمي بيتي، ولو خلفت مش هعرف احمي اولادي. قبل ما تتجوز وتخلف بتفكر تحميهم ازاي؟ طبعا. تفتكر اي واحد ممكن يحمي مراته واولاده ازاي؟ بالفلوس. الواحد محتاج كميه فلوس كتير قوي. اغلب الناس اللي بيوتهم بتنهار بيبقى معاهم فلوس كتير. البيوت دي بيبقى ناقصها حاجه واحده، الحب. فعلا، الحب هندفع منه الخلو ونشتري منه اللحمه والخضار وندفع منه التاكسيات ومصاريف العيال. ماجي، انت ظهرتي في حياتي ليه؟ انا فيا اللي مكفيني. تحب اوصلك الاوتيل؟ ايوه، يلا وصلني الاوتيل. لا، مش قصدي اوصلك دلوقتي على طول. امال؟ بعد ساعتين كده ولا حاجه. بابا مسافر؟ ابدا، نايم في اوضته. ولما يصحى ويلاقيكوا لابسين كده؟ ده باين عليه مش هيصحى قبل العصر. قام الصبح فتح لنا الباب ورجع اوضته. نام تاني، جبنا له الفطار كل وهو نايم. لازم خد ضربة شمس. يبقى نقول للدكتور مدحت يشوفه. الجيتار ما يتمسكش كده يا دكتور. هو حضرتك فاكره ايه؟ عيان؟ امال يتمسك ازاي؟ معرفش. لا تعرف، بس انت خايف. بلاش يا دكتور بلاش. غريبه ان الجيتار يبقى اقوى منك. هو مش اقوى مني، بس انا مفيش بس يا مدحت، انا نفسي اسمعك. ممكن حلوة وارتاحوا فوق الشعر الحرير. كانت الجنينة أحلى ولا دلوقتي أحلى؟ لا كده أحلى بكتير، لا كده أحلى بكتير، لا كده أحلى بكتير، لا كده أحلى بكتير. بيت إيه يا ولاد؟ جرى إيه يا ولاد؟ مالكم هايصين كده ليه يا ولاد؟ وانت كمان حطيتي وردة؟ ودي فيها ايه؟ الوردة بوشفة الورد في الشعر حلو بجد. كان في الجنينة صورة مرسومة رسميات، دلوقتي شفايف الورد قاعدين بيحبوا بعض، قاعدين بيحبوا بعض، قاعدين بيحبوا بعض. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ الخيال ده منين ده كله؟ في حاجة حصلت، ايه هي؟ في حاجة بتحصل، ايه هي؟ في حاجة هتحصل دلوقتي. أصل أنا حاسين بحاجات محتاجة لتفسيرات، حاجات كنا بنقراها في حواديت الغراميات. ازاي ده حصل؟ أهو ده اللي حصل، أوهم وتهيؤات. أنا حاسس إني بعوم، طبت ما قدرتش أقوم، وأنا رحت أنقذ وما قدرتش أتفرفط من العضلات. إزاي ده حصل؟ أهو ده اللي حصل، أوهم وتهيؤات. وأنا حاسس زي ما تكون جابوا فيا ست نجول، وأنا رحت أساعده وشطني بالخشب 4 مرات. إزاي ده حصل؟ أهو ده اللي حصل، أوهم وتهيؤات. تنسوه بالكاراتيه لو مارستوه، تدوله واحدة تغلبوه وتدوسوا عليه وتكوموه. ها ها ها. بتضحك ليه انت كمان؟ حاجة حصلت لك انت كمان؟ طبعا حصلت لي، بس بقاوم من زمان من زمان. طيب ما تقول، ما نزعلش، ما تخافش، يقول ما نضربش، ريحني يقول تهدمني، يقول يا خرابي. هقول هقول هقول. لا مش هتقول، معرفنا خلاص من غير ما تقول، من غير ما تقول. انا متهيألي ده استلطاف، اولايا اولايا، من غير دوران. ايوه استلطاف، اولايا اولايا. ودي فيها ايه؟ خليكوا عاقلين، هو احنا يعني اجدع من مين؟ هو احنا يعني اجدع من مين؟ الجو النهارده امبارح كان كده، وكان حلو كده، وكان حلو كده. احنا هنقول الحق وبكل صراحه، لا امبارح كنا بنعيش في كل ده، ونحس بكل ده، ونحس بكل ده. احنا هنقول الحق وبكل صراحة، لا. يبقى أكيد في جو جديد، في جو جديد، وبالتأكيد في حاجة حصلت، في حاجة بتحصل، في حاجة هتحصل بالتأكيد. في حاجة حصلت، في حاجة بتحصل. أهو كده دلوقتي الأهلي ايه اللي انت جايبه ده؟ جلابيه بلدي؟ انت هتجنني؟ طب شم وما بتشمش وقلنا عندك زكام. كمان ما بتسمعش. اللي اتسرق مايوه، مايوه يا حيوان يا بجم. انت ايه؟ اطرش؟ اقعد اقعد اقعد. انت مش عاجز يا احمد. لما ببص في عينيك بحس ان رجعت صغيره تاني. بحس ان الدنيا كلها ملكي. صدقني يا احمد، وانا معاك بحس بالامان. اللي ياكل لوحده يزور. تعالوا نوريكم حته ضلمه عن كده. بلاش انت تيجي يا اخ، الظاهر عليك بتخاف من الضلمه. انت تقصد مين بالكلام ده يا اخ؟ ها؟ آه! هو يقصد مين بالكلام اللي قاله ده؟ بلاش يا كابتن الحركات دي، سيبني. اي يا جماعه سيبني. ايوه حبيبي، كنا بنقول ايه؟ لا ولا حاجه، تصبح على خير. اخس عليك، هسيبني اروح لوحدي؟ مش على الاقل توصلني؟ اوصلك؟ ده انا اللي محتاج حد يوصلني. مالك يا احمد؟ ولا حاجه، اديك شفت بنفسك، انا انسان عاجز، عاجز حتى عن حمايه واحده صديقتي ماشيه معايا في الشارع. دي غابه يا ماجي، غابه، وانا مش قدها، لازم انزل مصر لله. دي احمد، انت فاهم غلط، لو المساله قوه كان الطور يبقى مثلنا الاعلى. هي دي الحقيقه، الواحد عشان يعيش لازم يكون في قوه الطور وخفه النمر. ما تكبرش المساله، انت لو كنت حسيت بالخطر صحيح كنت قدرت تتغلب عليهم، بس انا ما اديتكش فرصه، حبيت اخلص المساله بسرعه. لاني صعبت عليكي، خفتي عليا. ابدا والله، انا ما حبيتش الليله الجميله دي تضيع في الخناق. اللي حصل ده حاجه بسيطه قوي يا احمد، روق، ما تاخدش ببالك. انا بفكر في حاجه تانية دلوقتي. ايه؟ انك بتعرفي كاراتيه، وده معناه ان الواحد لازم يفكر 1000 مرة قبل ما يتخانق معاكي. اديك عرفت، اوعى تزعلني. وانا اقدر؟ ان كنت قويا اخرجني من هذا الدش، فانا لا اعرف كيف ارش. اني اغرق، اني اغرق. انت جيت يا ماجي، يا ماجي. حاجه غريبه قوي، يا خبر اسود، مين اللي بره؟ انت يا سافل يا منحط، يا اللي بره، انت عاوز ايه؟ انا حاسس ان الموسم ده مش هيعدي على خير. ما تتحرك يا باجم، ما تشوف ايه اللي بيحصل. امال انا جايبك ليه؟ زينه؟ دافع فيك دم قلبي عشان تقعد تتفرج عليا؟ بايخ. ليه؟ مين؟ احنا. انتوا مين؟ احنا الملايكة. وايه يا اخويا اللي سهر الملايكة لساعة زي دي؟ مساء الخير. مين؟ اتأخرنا عليك يا حبيبي. انتوا اتأخرتوا عليا كتير قوي، اتأخرتوا عليا 40 سنة. معلش يا حبيبي، تصبح على خير. وانت منها ملايكة حلوين قوي. باي، تصبح على خير. باي. حلوين قوي. تعالوا تعالوا احكي لكم. تعالي يا راوية، حقيقة انا في عمري حياتي ما وديت يوم حلو كده. تصوروا مدحت بيعزف جيتار، اجمل صيف قضيته في حياتي. ربنا يستر ويفضل جميل كده على طول. انتوا ناسين ان بابا على بعد 5 سنتي مننا، وهو هيعرف منين يا اختي؟ ما تضمنيش، ممكن يفتح الباب في اي لحظة عشان يطمن علينا، تبقى مصيبة. الله يرحمك يا ماما، طول عمرك كنت تقولي لي نعم يا حبيبي، الملايكة بتحرسك. بس بذمتكم، مش كانت أول ليلة نحس فيها إن إحنا عايشين؟ أول ليلة نقدر نلبس فساتيننا وباروكاتنا والحاجات الحلوة اللي مخبيينها طول عمرنا، والنبي ده غل. تصبح على خير. تصبح على خير. ناموا بقى. أبو علي، أبو علي، أبو علي، هتصحى بدري يا حسن. هنروح له الساعة 6 بالظبط. عايزين نديها له قوام قوام، لو انكشفنا هنروح في داهية. يا سيدي ما تخافش عليا، نام انت واتكل على الله. تصبح على تصبح على خير يا حسن. صباح الخير. صباح النور يا ابني. التأمين الصحي ما عندناش حد هنا عيان. مش حضرتك نازل هنا فول بورد؟ ايوه، نوم واكل وعلاج شامل. النزول هنا نوم واكل وعلاج، عريلي العضل لو سمحت. بس أنا مش عيان. واحنا لسه هنستناك لحد ما تعيا؟ دي حقنة للوقاية من جميع أمراض الصيف. عريلي العضل لو سمحت. هتاخد واحدة دلوقتي والتانية بعد يومين. أعرف بس دي حقنة إيه؟ استنى. ما تعطلناش من فضلك، اسكندرية فيها 1.25 مليون مصيف، يعني لازم نفوت عليهم قبل الساعة 8 الصبح. طب ما تديهم هما في الأول وتخلينا أنا في الآخر. ما هو يا إما حضرتك تاخد الحقنة، يا إما تكتب لي إقرار عن نفسك إنك مسؤول عن كل اللي يحصل لك. وأنت عارف بقى أمراض الصيف، كولر على إسهال على بلاوي كتير قوي. ده أنت تحمد ربنا إنك نازل فول بور. آخد الحقنة. يلا استعد. السلام عليك يا ابو علي يا جن. انت اديته كام سنتي؟ 15. يا نهار اسود، هو النهارده ايه؟ 3. يعني هيصحى يوم السبت. ها يلا. غريبة، يا رب عبد الحفيظ منين دول؟ وبعدين شكلهم مريب قوي. اسمع، زي ما يكونوا عاملين عاملة، والله العظيم لا انت فاهم حاجة ولا انت عارف حاجة، بس محسوب عليها كلب بوليس بالكذب. قدامي حيوان، قدامي قافل مخي، كمان بتجريني وراك. ماجي، تفتكر القطر فاتني؟ قطر ايه؟ انت ناوية تسافري؟ اسافر ايه؟ انا بتكلم على القطر التاني. انت لسه يا طنط في عز شبابك. يعني لسه ما كبرتش؟ 40 سنة وتقولي كبرتي؟ ده اللي يشوفك ما يديكيش اكتر من 17 سنة. نفس الكلام اللي بيقوله حسن. حقنة يا روحي عليه. النهارده الصبح كان عندي صداع، اداني حقنة. يا سلام يا ماجي لما تشوفيه وهو بيديني الحقنة بيعزف. بس انت تقدم لك قبل كده دكاترة بقى. بذمتك في كل اللي تقدمولي كان فيهم حد ظريف زي حسن حقنة؟ ده حقنة مش حكاية ظرف. بس المركز الاجتماعي، مركز اجتماعي يا شيخ هرمي، وهو يعني المركز الاجتماعي هيلبس بيجامه ويقعد معايا في الفرنده بالليل؟ ثم انا عندي فلوس كتير، انا هعمل له بهم احسن مركز اجتماعي في مصر. هفتح له مستوصف، اجيب له دكتور على 5 تمرجيه على ممرضه، وهو بقى يقعد سلطان زمانه يدي حقن. والله فكره يا طنط. يا سلام لو كان عندك فلوس كفايه كنا فتحنا بنك لاحمد. لم اكن اتوقع كل هذا النجاح في مهمتي. من المؤكد أنهم قادرون الآن تماماً على العودة إلى الحياة وسط المجتمع وبين الناس. إنهم طبيعيون تماماً، وبدأوا يتمتعون بقدر هائل من الهدوء والثقة بالنفس تجعلهم قادرين على مواجهة أي متاعب مستقبلاً. إذا أردت أن تراسلنا ارسل لنا على فندق العجمي هانوفيل. الدكتور نبيل عبد الهادي. المسألة أسهل من كده بكتير. هو أنت دايما تسهلي كل حاجة كده يا ماجي. نقدر نبتدي في أوضة مفروشة وصالة، وبعد كده نجهز على مهلينا. يعني مش هتقولي عايزة مطبخ ونجف وسجاد؟ لا يا حبيبي، إن شاء الله نجيبهم بعد 15 سنة. أهم حاجة إن إحنا نكون مع بعض يا حبيبي. يا روحي. مفيش داعي يا مدحت، مفيش داعي للكلام عن الخطوبة والجواز. ليه يا حبيبتي؟ شايفاني منفعش الزوج؟ كل الشبان بيتكلموا في الجواز تحت تأثير الصيف والبحر والموج، وفي الشتاء بينسوا كل حاجة. طب أنا بقى مستعد أخطبك وأكتب كتابي عليكي جمعة دي. يعني بتحبني صحيح يا مدحت ولا؟ أنا عرفت عشرات قبلك يا مديحة. المرة دي أنا بحب فعلا، مستعد أنزل النهاردة مصر أجيب أهلي يخطبوكي من بابا. بابا؟ آه. مش لما يصحى الأول. تصور يا مدحت بقاله يومين لا نايم ولا صاحي. حاجة عجيبة قوي، ازاي الكلام ده؟ آخر مرة أنزل فيها فول برد في حياتي. الدنيا ضمن المطبخ. ابعتولي كوباية قهوة سادة، ولا اقول لك شفشة قهوة سادة، بن تقيل. اتأخرت عليك يا حبيبتي. تتأخر ولا ما تتأخرش، هو أنا أهمك في إيه؟ تهميني في إيه؟ ده أنت أهم حاجة في حياتي يا روح. كنت فين طول النهار؟ أبداً مش طول النهار ولا حاجة. أنا نزلت اسكندرية ساعتين بس. كنت فين ومع مين وبتعمل إيه وليه؟ أنت اتكلم، قول قول. هعترف. هقول لك بصراحة وما تقوليش لحد من زمايلي. قول. كنت بتمرن. رحت حضرت التمرين مع نادي الاتحاد. ما قلتليش ليه؟ كنت رحت أتفرج عليك. كنت خايف عشان أطلع في شنك. وطلعت إيه؟ في شنك الحمد لله. ما تخافيش يا روحي، لقيت نفسي كويس قوي. شاطوا عليا 150 شوطة، صديت منهم 3 بس. الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده كده كويس قوي. لازم تنزل الدوري يا جنيدي، لازم. إن شاء الله يا حبيبتي، طول ما أنت معايا. لو يشوطوا عليا صواريخ على الجون لازم أصدها. جايبه لك مقالة حلوة قوي عن جون إنجلترا. ها؟ بيقول فيها إيه؟ بيقول فيها إن معرفش يلعب حلو إلا بعد ما اتجوز. بنت حلال، عمرك أطول من عمري. عارفة المدرب قال لي إيه؟ عارفة. قال لك لازم تتجوز واحدة حلوة ويكون اسمها راوية. اسرح بيا يا حدق. والله ما أنا عارف مين الحدق فينا. يا روحي. من غير وش اشوف بختي. فقت الحمد لله. هسهر كتير. انام بقى. المرة دي أحسن. 2 دقيقتين و15 ثانية. لو عرفت على المسافة دي في أقل من 2 دقيقتين أضمن الأول. طب ومستني إيه؟ يلا. واحدة. يلا يا. أرجوكم فتحوا عينيكم، هاتوا المايوهات اللي بتتسرق دي من تحت تعطيه الأرض. أستاذ أسامة. أفندم. أنا تعبان أوي من الفول بورد. زي الكلام ده، أول واحد يشتكي الشكوى دي من 20 سنة. 4 أيام دلوقتي وأنا أقوم منهم أنام تاني. أنت حر، دي لوكاندا تنام تقوم، أنت حر. بيقولوا في واحدة تانية. أنا مش فاهم حاجة، أنت عايز إيه بالظبط؟ مش عايز التانية، عايز أنزل نوم بس. يعني إيه تنزل نوم بس؟ هو كلام عيال ولا إيه؟ النظام هنا فول بورد، عايزنا نغيره عشان حضرتك؟ يا أستاذ بص لي هنا، أنا جيت هنا. أنا عايز أعرف إيه اللي تعب حضرتك بالظبط؟ الحقنة. الإيه؟ يا محمد، محمد فندم، هات واحد معاك يشيل يا فندم، طلعه اوضته. يا استاذ يا محترم. يبقى اطلع لي بره. مصيفين اخر زمن، جاي لي سكران على الصبح حاططهم. ايه؟ ازاي الحال؟ ايه حكايه الاستاذ عبد الحفيظ؟ استاذ، استاذ قال اللي يشوفه يوم جه وعمال يخطب لي يفتكروا حامي حمى الفضيله، شارب له نص ورقه حضرته على الصبح. ايه اللي حصل لكم ده؟ ايه اللي حصل لكم؟ ما كنتوش كده ابدا. ايه يا استاذ مالك؟ مش عارف انام. مش عارف تنام ليه؟ الملائكه. ملائكه داخلين خارجين، حرام عليكم، حطمتوا اعصابي، الله يخرب بيوتكم. انا عارف ان اليوم ده مش هيعدي على خير. حاضر يا والدي، اطمن اطمن، هتعرف تنام. اي ملاك هيهوب ناحيتك هقصقص لك جناحه بنفسي. نبه على الملائكه ما يقلقوش الاستاذ، الله يخرب بيوتكم. انت مش فاهمني، انا مش عايزهم يعدوا عليا ترانزيت. هي الملائكه بتعدي عليك ترانزيت؟ اه. طب وانت عايزهم يعملوا ايه؟ يقعدوا معايا شويه. حاضر، من عيني دي ومن عيني دي. اتفضل انت حضرتك وانا هنفذ كل طلباتك. متشكر. الله يخليك، متشكر قوي. مع الف سلامه. عايز الملائكه يقعدوا معايا شويه، انا عارف ان اليوم ده مش هيعدي على خير. اسمع، اي حد يجي يحجز تبعته لي اقول اكشف عليه. حاضر. ايه دول؟ دي جوابات جايه للدكتور نبيل والجماعه اللي معاه بتوع البيئه، اللي نازلين في الشاليه اللي جنبنا. وريني. العلاج النفسي؟ الظاهر انهم دكاتره او مجانين. اهو جواب واحد باسم الدكتور نبيل وعليه اسم المستشفى، والباقي باسماء عاديه. مساله واضحه خالص، دكتور ومعاه شويه مجانين، بعثه مجانين جايه الصيف جنب الاوتيل. 100% لهم يد في كل اللي بيحصل. حضرتك متاكد؟ الا متاكد، ده انا افهمها وهي طايره، بس لولا زفت الكلب اللي قافل مخي ومورطني وجايب له ورع. لو سمحت، مفيش جوابات باسم الدكتور نبيل. اه في. حضرتك زميله؟ انا الدكتور المساعد بتاعه. دكتور مساعد، اهلا وسهلا. ما شاء الله، ابن حلال والله. والله العظيم يا دكتور مساعد، انا كنت عايز ابعت لك ضروري عشان. اتفضل سيادتك. شكرا. كاس ويسكي يا محمد. حاضر. شكرا. يا خبر يا راجل، ده صح. ليه خدمة عندك يا أخ حسن؟ ليه؟ واحد قريبي كان جدع كويس قوي، بس بعيد عنك حصل له لطف، فكنت عايز ادخله عندكم المستشفى. قوي قوي، ندخله لك المستشفى واخد بالي منه واعمل له اللازم. تفتكر هيجيب نتيجة؟ ايه اللي يجيب نتيجة؟ انت عارف الجماعة اللي معانا دول؟ ايوه. احكي لي بقى على الجماعة اللي معاكوا دول. لو شفتهم وهم داخلين المستشفى ما كنتش تصدق ابدا انهم هيخرجوا تاني. كانوا جايين لنا اخر عيده. كان عندهم لطف؟ فيري هيفي لطف. مرض بنسميه عندنا بصفتنا متخصصين سيفير لطف. وهم خرجوا دلوقتي من المستشفى؟ والله ما تقدرش تعتبرهم خرجوا، لسه تحت الملاحظه والعلاج. يعني لسه؟ طبعا لسه. ده بقى يتوقف على التقرير اللي انا هكتبه. والراجل العجوز ده تبعكوا؟ لا. ولا الاستاذ عبد الحفيظ؟ لا. امال كنت بتعمل ايه عنده في الاوضه؟ انا ولا عمري كلمته. هتجيب لنا قريبك امتى؟ مش قريبي اللي هخش المستشفى، مش قريبي. انا اللي اتكلمت خالص. على خيرة الله، ما انا عارف كده من الاول. تعال انت بس وانا ان شاء الله هعمل لك اللازم. امشي امشي، ما تورينيش وشك تاني. خد الجوابات دي. حاضر يا بيه. ما تسكتوش عليه، ممكن تحصل له مضاعفات خطيره قوي. مجانين زي ما قلت لك، شاليه مجانين. اسمع، انا نازل اسكندريه دلوقتي، لو حد سال عليا انا في مديريه الامن، ما حدش يجيب سنه للكلب. جمهور مجانين وجنانهم من النوع الخاص. 20 مليون حد دلوقتي بينزلوا البحر بالاسم الواحد بالليل لابسين ستات. لا انا سمعت هم ملايين اختصاصي للمسؤولين. ماجي. ايوه. شوفي. ها. يلا بس فين الشله؟ الشله؟ اهم. ها الجماعه فين؟ هناك قاعدين في التراس مع دقيقه واحده. حصلني بال5 سم يا حسن. بعد اذنك يا حياتي، مأمورية صغيرة وهرجع لك على طول. انا مراقباك من هنا، اوعى تروح كده ولا كده. وانا استجري. تشاو. عايز السياحة تودينا في داهية؟ يلا ارجع اوضتك فورا. ليه؟ عشان تاخد الحقنة التانية. مش هاخد حقن. اتفضل. ادي اقرار كتبته على نفسي، انا مسؤول عن كل اللي يحصل لي. جرى ايه يا استاذ؟ احنا هنهزر؟ ما ينفعش. كان لازم تكتبه قبل ما تاخد الحقنة الأولانية. شوف، مش هاخد حقنة وهصرخ والم عليك البلاج، ولو اصريت هلم الشنط وانزل سوهاج تاني واصيف في سوهاج. مش عايز حقنة. هه. طب اصرخ بقى كده ووريني هتعمل ايه. اهو. بعدين وهيفضل قاعد لنا طول النهار؟ انا عارفه ايه اللي صحى النهارده. مفيش فايده، نقابلهم بالليل. يلا يا بنات تعالوا معانا. يلا على فين؟ انتوا مش شايفين قاعد لنا ازاي؟ ما تخافوش، نام. هيصحى دلوقتي وهتحصل مصيبه لو ما لقناش. هيصحى السنه دي حتى شوفي. طبيعي لو نحب، ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين؟ اللي دقت قلبه جاية من اليمين يبقى قلبه مش طبيعي مش طبيعي، يبقى قلبه مش طبيعي مش طبيعي. شيء طبيعي لو نحب، ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين؟ اللي دقت قلبه جاية من اليمين، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي. حد يهرب من ربيعه ومن شبابه، حد يهرب من حبايبه ومن صحابه، اللي يبقى الورد جنبه ولا يشوفوش يبقى ايه؟ مش طبيعي. واللي يبقى الشهد جنبه ولا يدوقوش يبقى ايه؟ مش طبيعي. والف مرة مش طبيعي مش طبيعي، الف مرة مش طبيعي مش طبيعي. شيء طبيعي لو نحب ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين؟ اللي دقة قلبه جاية من اليمين، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي. الطيور بتحب بعض في العلالي، والقمر عاشق بيسرح في الليالي، كل دي همسات عشان المحرومين ولا ايه؟ شيء طبيعي. يعني لما نحب نبقى معذورين ولا ايه؟ شيء طبيعي. هو ده الرد الطبيعي الطبيعي، هو ده الرد الطبيعي الطبيعي. بتقول في الصيف لازم نحب، واحنا بنقول ده مفيش موسم للحب. في ناس بتقول في الصيف لازم نحب، واحنا بنقول ده مفيش موسم للحب. ده مفيش موسم للحب، 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 ده صباح الخير. صباح النور. معانا الليله دي ان شاء الله؟ طبعا. مش هتسافروا معاهم؟ مع مين؟ الجماعه اللي في الشاليه اللي جنبنا. مش قرايبكم؟ ايوه قرايبنا. والله دي حاجه تزعل خالص. الاستاذ اسامه قدم شكوى في المحافظه امبارح، والنهارده راح يجيب قرار بطردهم من المنطقه. ليه؟ الا ليه؟ يبقى انتوا مش قرايبهم بقى. لا مش قرايبنا، دول مجرد صحاب عرفناهم هنا. مالهم؟ دي الناس كلها مالها سيره الا هم. يا ستي دول شويه مجانين، ومعاهم واحد دكتور وواحد تمرجي، جايين من الخنك عشان يصيفوا هنا. الظاهر نظام جديد عاملينه في الخنك. يا نهار اسود، اتاري جنيدي بيقول لي انا بحبك بجنون. هم عملوا حاجه في حد؟ دول عملوا اللي ما يتعمل، دي المحافظه مقلوبه من امبارح. يعني هم خطر للدرجه دي؟ اصل المجنون ده ما تضمنوش يا ست هانم، ساعات يبقى ظريف قوي فعلا، وفي لحظه ممكن يذبح اللي قدامه. عموما احنا علاقتنا بيهم سطحيه جدا، من بعيد قوي، يا دوب على قد صباح الخير. باي. دي مفاجأة الصيف، أول شاب بحبه يطلع مجنون. أنا هشوف ماجي. راوية راوية. زينب، مفيش حتى صباح الخير. كنت فين يا روحي؟ ظريف قوي يعني. ده البيت اللي هنقعد فيه؟ ليه كده يا احمد؟ بتهدوا ليه؟ ارجوكي مفيش داعي للرقه دي، خليها للدكاتره والتمرجيه. ايه اللي بيتقال كمان؟ مفيش داعي تشغل نفسك بالحكايه دي، انت عارف الناس بتعمل من الحبه قبه. انا بدافع عنكم في كل حاجه. كتر خيرك، انا شاكر عطفك علينا. صدقني يا احمد ده مش عطف، انا بحبك فعلا ولازم اقف جنبك مهما حصل. ده كلام صيف، ده كلام من كل عقل. أنا مش عايز حد يعاملني برقة، لأنه عارف إن عقلي فيه حاجة. عقلك سليم 100%. بقالك يومين بتعامليني برقة زيادة عن اللزوم. عشان بحبك. بتحبيني ولا عشان عرفتي؟ يا أحمد أنا عارفة الحكاية من ساعة ما ركبت معاكم وإحنا جايين من مصر. ما تنساش إن معايا دبلوم تربية وعلم نفس، وأي إنسان في الدنيا معرض إنه ياخد انهيار عصبي ويشفى منه. رايح فين؟ رايح الشاليه، عاوز أقعد مع نفسي شوية. همشي معاك. أرجوك يا ماجي خليك أنت، مفيش داعي تسوقي سمعتك على البلاش. مفيش داعي الناس تشاور عليك وتقول لي بتمشي مع المجنون اهي. تعرف يا احمد ايه هو الجنون الحقيقي؟ اللي الناس بتعمله فينا ده. لا يا احمد، الجنون الحقيقي ان الانسان يرفض الحب او يتخلى عن الانسان اللي بيحبه مهما كانت الاسباب. حقيقي يا ماجد انا مضطرب شويه وعايز امشي لوحدي. اسمع، لو ما عرفتش اقنعك بالعقل هقنعك بالعقل. لا موافق. مالكم؟ ايه؟ شوف بقى، احنا هنرجع مصر دلوقتي وهندخل المستشفى التاني ومش هنخرج منها ولا بالبوليس. انتوا لكم كابور فلوس تاخدوها وبس. ما دام دفعنا ثمن العلاج ما حدش له حق يخرجنا من المستشفى. عايز ارجع المستشفى حالا. حسن. نعم. نعم. ايه اللي حصل؟ الظاهر والله اعلم البنات اللي بيحبوهم عرفوا. عرفوا ايه؟ يظهر واحد وحش فهمهم حاجه غلط. وانتوا قررتوا ايه؟ انكم تستسلموا؟ انا عايز افهم، انتوا رجاله ولا حاجه تانيه؟ الراجل مهما حصل له لازم يقف على رجليه. انا عايز ارجع المستشفى حالا. رجعوني المستشفى حالا. ابني حبيبي. اهدى بقى، اهدى. انت خالص. كوره كوره شوط يا جبان. مالكوا يا ولاد؟ ابوكوا ضربكوا؟ طنط انت عارفه الجماعه دول يبقوا مين؟ جماعه مين؟ وهو في غيرهم بتوع البيئه. اه عارفه. وما انت عارفه ما قلتليش ليه؟ تسيبينا كده نقع مع شويه مجانين. والله ما عرفت الا امبارح، ولما قلت لماجي ما همهاش. يعني احنا بس اللي ما نعرفش، وحضرتك برضو مش همك زي ماجي وقاعده مع واحد منهم. لا بقى، حسن حقنه مالوه ده مش منهم. اه ده يعتبر المشرف عليهم. افرضي كان موتوا حد فينا كان يبقى كويس؟ طب وانا مال انا؟ هو انا اللي جننتهم؟ حد ضربكوا على ايديكوا وقال لكوا حبوهم؟ اما بنات مهاويش صحيح يا مراهقات. بسرعه ارجوك، احسن يكونوا ذبحوا حد في المنطقه. بسرعه. صباح الخير يا ديدي. اهلا. ايه مالك يا روحي؟ ماليش ابدا، ده انا طبيعيه جدا، انا ما اتغيرتش من ناحيتك ابدا، انا زي ما انا. ايه؟ ابعد ايدك. عايز تعمل ايه؟ انت مش طبيعيه ابدا النهارده. مالك يا روحي؟ انا كويسه قوي، بس ابعد انت عني. يبقى لازم عمو عبد الحفيظ بيراقب بقى. اتضح ان عنده حق، ابو خايف على بناته يقعوا في حد كده ولا كده. حد كده ولا كده يعني ايه؟ حد مجنون مثلا. يظهر ان حصلت مسائل. هتعمل ايه بالازازه؟ ولا حاجه يا مديحه. هتضربني بيها؟ مديحه مديحه عالي. مديحه مديحه ده معقول؟ هتعملوا ايه يا مجانين؟ انا مديحه. ايه في ايه؟ مش وقت تخش. ادخل يا احمد ادخل. حقونا. ايه؟ في ايه؟ هجوم. المصيف كله هجم على الشاليه. ليه؟ الظاهر الناس اتجننت. استنوا انا هتصرف. ما حدش يقرب من الشاليه، اعقلوا. احنا كلنا مسلحين ومعانا ذخيره تخلينا ندافع عن الشاليه من النهارده للسنه الجايه. كده عمروا المدافع وما تضربوش الا ما اقول لكم. ايوه اعقلوا كده. ابعتوا لنا بقى وفد نتفاهم معاه. بوليس بوليس. حد فيكم عمل حاجة؟ محمد؟ اطلاقا لا. جنيدي؟ انا بريء. مدحت كلمني بصراحة، أنت غنيت لحد النهاردة؟ الموقف ما استعملش الهزار يا أحمد، لازم تاخد المسألة جد. جد؟ أنت بتصدق إن في حاجة جد يا دكتور؟ أنا سمعت إن الأستاذ أسامة قدم ضدكم ضدنا شكوى. ألو ألو ألو، اسمع كل الناس، كل السادة المصيفين يبعدوا عن الشاليه، إدارة الأوتيل مش مسؤولة عن أي حاجة تحصل لهم. ألو ألو ألو، اسمع كل المجانين اللي في الشاليه، إذا كنتوا فاكرين نفسكم مجانين فعلى 60 مجنون. أسامة ضابط الأمن بالفندق بيتكلم. ألو، اخرجوا رافعين إيديكم لفوق، أي تصرف جنوني حاضرة في التليفون. فاهمين ولا مش فاهمين؟ أستاذ أسامة، اللي بتعمله ده هو التصرف الجنوني. نعم، من فضلك ده شغلنا إحنا. طبعًا، من فضلكم بلاش اللمة دي. من فضلكم بلاش اللمة دي، اتفضلوا. افتح الباب. إيه معاهم مرافع جوه؟ افتح الباب، أنا النخيب صلاح حسني. ايه يا جماعه، في ايه؟ في ايه؟ احنا اللي بنسال في ايه؟ الاستاذ اسامه مقدم شكوى ضدكم، بيقول ان في اعمال جنونيه بتحصل. سياده النقيب، انا برفض الكلمه دي. مين حضرتك؟ انا دكتور نبيل عبد الهادي. المجموعه اللي معايا دي اعلى من الاستاذ اسامه ده 1000 مره. على كل حال حصل خير، ممكن نتفاهم بهدوء، مفيش داعي للعصبيه. يلا بينا على الاوتيل. والعالم المجانين اللي بره دول ممكن يقطعونا. والله العظيم الواحد يشوط فيهم ولا يحصل انتوا هتخرجوا في حمايتنا. يلا. ايه؟ طب يلا خلاص، يلا بينا. اقعدوا بالعافيه، وانتوا كمان. عليها النعمه، احنا مقطوعين زومبا. لا إلا إن شاء الله مفيش حاجة. لا بطيئة يا دكتور، إن شاء الله. اطمن، لو حد اتصل بيا أنا في البيت. مفيش حاجة أبدا، بإذن الله، بإذن الله مفيش حاجة. بسيط بسيط. اطلعوا اطلعوا يا جماعة، اطلعوا. اتفضل 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 حضرتك، اتفضل يا فندم. اطلع حاضر يا فندم، حاضر. غلطة كبيرة قوي اللي انتوا عملتوها دي. في فرق ما بين المرض العقلي والمرض النفسي، وافرضوا انهم تعملوا فيهم كده، انتوا ايه؟ مفيش انسانيه؟ انا كنت خايفه منه، وبعدين ده شيء مش سهل بالنسبه لي، اول حب في حياتي اتصدم فيه بالشكل ده. طب وقفوا جنبيهم، دول خلاص خفوا في مرحله النقاهه وبقوا طبيعيين، ولا انتوا عايزين تتجوزوهم على الجاهز؟ يا ماجي، الجواز مسؤوليه كبيره، هيبقى فيه اولاد، عايزه اولادنا تبقى عقولهم تراللي. والله ما في حد عقله تراللي الا انتوا. عندها حق، احنا اتصرفنا بندالة، انت بالذات يا مديحة ما كانش لازم تعملي كده. انا اسمعوا، في كل مرة لما كنا بنتعرض للمتاعب ما كناش بنقاوم، كنا بنستسلم. المرة دي مش هنستسلم، مفيش مستشفى تاني، أنا عن نفسي مش هستسلم. حياتي دلوقتي فيها حاجات جميلة، لازم أحافظ عليها وأدافع عنها، ومهما كانت الدنيا شرسة هكون أشرس منها. ها، أيوة يا سيدي، في إيه ضدنا؟ فعلا، أنا عايز أعرف إيه اللي عملوه. أنت لك عين تتكلم يا دكتور؟ مش حاسس بمسؤولية اللي عملته؟ جايب لي شوية. أستاذ أسامة، مفيش داعي الكلام اللي يعاقب عليه القانون، من غير نرفزه. ايه الواقعه بالظبط؟ ايوه، مش عايزين شائعات، خلي كلامك محدد. اتفضلوا اتكلموا. 3 منهم كانوا بيلبسوا لي ستات ويجوا عكسوني بالليل. مين فينا؟ قوم قوم تعالى، حقق فينا كويس. وريني رجلك الاول. ايه يا اخويا ده؟ ما تحطش ايدك عليا، قطعت. طلع لهم امتى ده؟ لا مش دول، التانيين كانوا زي لقطة القشطة. الله يرحمك يا أما. الأفندي ده والأفندي ده، أنت ما تقوليش الأفندي ده والأفندي ده وتعمل لي مولد. اسمع يا أستاذ أسامة، انا هسألك سؤال وعاوزك تجاوبني عليه بضميرك يا شيخ. اتفضل. الاستاذ عبد الحفيظ مش نازل فول بورد؟ ايوه. متأكد؟ على يدي. طب انا هسأل حضرة الضابط سؤال تاني. حضرة الضابط بذمتك اول بلد تطبق نظام التأمين الصحي الشامل مش اسكندرية؟ ايوه. طب قول له. ده حقيقة يا استاذ عبد الحفيظ. امر لله. انا اسف ما كنتش عارف. والاربع موتوسيكلات اللي سرقتوها؟ لا دي اشاعه يا فندم. جات لك شكوى من حد ان في موتوسيكلات اتسرقت؟ لا. غيره؟ المايوهات يا كابتن. فعلا الواقعه المحدده هي سرقه المايوهات. حضرتك شفت حد فينا سرق مايوهات؟ هيكون مين يعني؟ هيكون مين؟ واحنا مالنا يا اخي؟ ما تروح دار عليه. مش احنا اللي سرقنا المايوهات. امال مين؟ ابويا؟ مش هم يا استاذ اسامه. المايو ده انا اشتريته امبارح وادي الفاتوره بتاعته. اللي سرق المايوهات مش حرام. اختفاء المايوهات مش حادثه سرقه، عشان كده هي مش من اختصاص الشرطه. دي حاله مرضيه يعني من اختصاصنا احنا. ده نوع من الانحراف النفسي البسيط، اذا ترك من غير علاج ممكن يؤدي لمضاعفات خطيره، لكن في المرحله دي ممكن علاجه بسهوله. لما بدأت المايوهات تختفي اهتميت بالمسألة دي جدا، واستبعدت ان اللي سرقها هيكون حرامي، وبدأت الاحظ كل نزلاء الاوتيل من بعيد. الشخص المصاب بالانحراف منعزل عن الجنس الآخر نتيجة عقدة احساس بالذنب، عنده تثبيت على مرحلة الطفولة، بالإضافة الى كبت قديم وحرمان طويل، ولذلك وبلا شعور هيربط بين المايو وبين الجسم البشري اللي هو محروم منه، وعشان كده بيحاول انه يمتلك المايو اللي بيتحول في تصوره الى جسم امرأة. ولذلك لو لاحظتم حضراتكم هتلاقوا ان في واحد من الموجودين لا يستطيع السيطرة على اعصابه في مواجهة المايو، او بمعنى اصح ما يمثله المايو اللي هو جسم المرأة. كلكم بتقعدوا عريانين على البلاج، بتتعلموا مع البنات من ابتدائي للجامعة وتقعدوا معاهم في كل حتة وتستكتروا عليا حتة مايوه. حرام عليكم، ده ظلم، ده ظلم. ما يصحش يا أستاذ. بابا بابا بس يا بنت التوهية، هاتهولي المايوه ده، هات المايوه ده. ما يصحش يا أستاذ، ما يصحش. حسن المهند. الله الله الله، يخرب بيتك يا عبد الحفيظ. أنا جاي، ابقوا قابلوني، وراه هاتوه دلوقتي بقى من اختصاصي أنا. على فين يا عم بس؟ روح على النبي. هاتوا هاتوا. روح مسكوا من الحرقوف. روح تعال. روح هاتوا يا جنيدي. روح روح شيلك. هاتوا لي ليفه وصابونه. هاتوا لي ليفه وصابونه. روح بس روح. انا رايح ايطاليا. خير ان شاء الله، خير. خد نفس بس، خد نفس فيز، خد نفس. ايوه فيز، ايوه ايوه. حفوفه جنيدي، اقعد على بطنه، اضغط. اقعد انا يهمني. على السلامة يا عمو. بابا مالك حضرتك يا بابا؟ ده شر علينا. يلا احنا يا جماعة. بابا اتكلم يا بابا. عن اذنك. انت بعد حبيبي يا بابا، بعد بالشر عليك يا بابا. حقك عليا، ظلمتك معايا. اتضح انها مش سرقة، ده انحراف عقلي. انا اللي كنت قافل مخك ومورطك معايا. ايه؟ عايز تفهمني انك كنت عارف من الاول؟ يا شيخ تنيل، ما تزعلش مني ماجي، أنا متشكر قوي. وقوفك جنبي خلاني أحس إني أكبر من الدنيا نفسها. يعني هتدفع 375 جنيه مهر و125 جنيه شبكة و550 خلو؟ إن شاء الله يكون 1184 في 175 على 124 ومعانا الواحد. إن شاء الله استلف لها واحد من اللي جنبها. مفيش داعي للإحساس بالخجل، ده مرض بسيط جدا هيتعالج منه بسهولة. بس انتوا خليكوا جنبه وهو هيخف إن شاء الله. مدحت، أنا خجلانة قوي من نفسي، أكشفي ده هيفقد الثقة فيك وأعمل معاك اللي عملته. أنا آسفة يا مدحت، آسفة. مديحة، الحب ما فيهوش أسف أبدا. سليمة الحمد لله، طلعتلك مني وجع 20 صفيحة مية. كان هيغرق مني بس أنا سديت عليه الزاوية الشمال. جنيدي، أنت لازم تنزل مصر حالا. ليه؟ أنا قريت صفحة الرياضة النهارده، لقيتهم رجعوك الفريق تاني. راوية، جنيدي، أنت سنتر حياتي. دقيقة و50 ثانية من ساعة ما نطيت في المية لحد ما وصلت لبابا. فاضل تمرين واحد، لما يجرى تاني هوصل له في دقيقة. الدنيا صحيح يظهر حلوة وما احناش حاسين، الجو لذيذ والهوا يسكر والناس حلوين، والسما مفروشة عالمالح تروة ياسمين. إذا كان ده كله مش لينا كان يبقى لمين؟ لمين؟ لمين كان يبقى لمين؟ لمين؟ لمين؟